يحاول أن يهدئ من روعها، لكن ميسون لا تزال خائفة، فهذه الطفلة اليمنية لم ترهبها غارة سعودية، ولم تفقد عزيزا بل عضها كلب مسعور بينما كانت تلهو وتلعب قرب منزلها مهددا حياتها بداء الكلب. ميسون واحدة بين 60 مصابا بعضات الكلاب تستقبلهم مستشفى الجمهوري في صنعاء يوميا. الكلاب موجودة بشكل كثيف، وفي يعني نتمنى احنا الاهالي او المواطنين من وزاره الصحه ان تهتم بهذا الموضوع، يعني يسووا حل للكلاب من الشوارع، لانه اطفال يعني ما تقدر تحميهم، حاولت ان تدافع على نفسها بطش بها الكلب على طول. عدد الكلاب الضاله في شوارع صنعاء زاد في الاونه الاخيره، وتحديدا في مناطق المخلفات حيث تبقى أكوام القمامة على حالها لشهور بسبب عدم دفع الرواتب لعمال البلدية نتيجة حرب ليست وحدها المسعورة، إنما الكلاب الشاردة أيضا. والمشكلة لم تعد في داء الكلب بل في نقص دوائه بسبب الحصار. باع الكلب اللي باع وعض رجلي، بعد ذلك دزنا مثل للمستشفى الجمهوري، وصلنا للمستشفى الجمهوري قالوا سنشتري لك برد من خارج، ما بيش هنا ولا اي خدمه ولا بيشي. صرنا للصيدليه، صيدليه التقوى، بكامل البرتين يا هؤلاء اللي كتبوا لي في الورقه قالوا هؤلاء انت البرد ب 12000. تقول الله ما معنا، انا مدرس، انا بلا رواتب. ويلات الحرب تلاحق اليمن، وكان ما ألم به من آلام لا يكفيه، فبعد الكوليرا والدفتيريا وحمى الضنك وأمراض ظنت البشرية أنها انقرضت، يهدد داء الكلب حياة أبنائه.